بسم الله، نزلنا على السلاحين اهو، نخطف اي حد من الناس اللي ماشيه تحت دي. اول كليه ونقول الو. ايه معتز؟ معلش بقى يا عم معتز، يا نزلتك غلط من الاول، في صوت حد تحت، نخطفه قبل ما يلوت اسلحه. يا منى يا منى، انا جاي من ورا، البس السماعه يا منى. 80% من اللعب بيعتمد على السماعه. احمد انا بضرب من فوق، بضرب من فوق يا احمد، ما بضربش من تحت ولا من قدامك يا احمد. ايه بتكمبر فين يا احمد؟ ده انت كده في وشي على طول. في صوت شخص بيرلود السلاح في البيت اللي انا فيه ده، واخد ستر ورا الباب، نطلع له احنا بقى من ايه، من ورا يعني، نغدر بيه من ورا. يا رب ما يكونش لابس سماعه، او يكون لابس سماعه من بخمسة جنيه. تعال، رايح فين؟ رايح فين؟ ده في مدعكه بره. تعال تعال، ده انت هتموت مش هترجع تاني. تعال تعال، انا اولى بالكلاية. نروح نهدي النفوس، لان بالمنظر ده كده هيولعوا في بعض. ايه يا عم متعصب ليه؟ على مهل على مهل. ايه يا عم فهد نازل متعصب ليه؟ يا عم فهد في ايه؟ الدنيا مش مستاهله. اسمح لي بقى ان انا افنشك بالسكين، لانه شوتس بريزنت ويز مي. ثانك يو فهد.